ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا. فتدعونه فلا يستجيب لكم. نجاتنا بأمرنا بالمعروف أن نقول للظالم أنت ظالم، وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله. والله لن نتركهم، والله لنأمرنهم ولنعطرنهم على الحق أطرا. فإما حياة تسر الصدير وإما ممات يغيظ العدا. والله لن نتركهم ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها، إلا بأمرها بالمعروف، إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاعب والملاهي والمهرجانات الغنائية